شكرا سيدة النائبة محترمة على وضع هذا السؤال اللي كيتعتبر واحد من أهم القطاعات، وهو النقل ديال المسافرين عبر الطرق، واللي من طبيعة الحال نشتغل مع شركاء وفرقاء آخرين اللي هما وزارة التجهيز وكذلك من خلالها الشركة الوطنية ديال الطرق السيارة. ولكن فيما يخص السؤال الشق الأخير من سؤالكم، بغيت باش نأكد بأنه هذا القطاع شهد خلال السنوات الماضية اهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، والحكومة عازمة على تطوير والاعتناء أولا بكل ما يهم المنظومة ديال النقل، طيب من خلالها جميع الشركاء اللي كيشتغلوا معه. ورغم التقدم اللي حققناه في هذا الميدان، لا يزال القطاع يواجه مشاكل هيكلية تحد من نجاعته وتنافسه دائما باش نوصلوا لكاب ديال 2030 نكونوا في الموعد. فالوزارة قامت باعتماد مقاربة جديدة لإصلاح وتأهيل قطاع النقل الطرقي ببلادنا، حيث دعت مختلف التمثيليات المهنية إلى العمل المشترك ومؤسسة الحوار والاتفاق على برنامج عمل سنوية من شأنها تأهيل مختلف أنشطة هذا القطاع. بالنسبة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، فقد تم الاشتغال على مجموعة من الأوراش. الأولى هي تسوية وضعية المركبات ذات نفس الصنف التي تتراوح حمولتها الإجمالية ما بين 3 طن ونصف. شكرا سيد.